هي أثبتت بأنه في عقدة ثلاثية بين الاكتئاب والتدخين وبين أمراض القلب. العقدة الثلاثية، هذا المثلث الثلاثي، هو الناس المتعاطين الكحول يدخلون في تبع الزون بتاع التدخين، والمخدرات هي ممكن الإنسان يصاب هذا الإنسان بالاكتئاب لأنه مدمن، صار مدمن. الاكتئاب الإنسان المدمن ممكن يعني يصاب بنوع اكتئاب، أنا ما بقول موسمي لكن أقول اكتئاب عام، يعني ممكن يدخل في الديبريشن. وإحنا كثير ما شايفين إنه أحياناً في بعض الأفلام بتشوفوا إنه الإنسان بيكون أديكشن، مدمن، وما وجد هذا العقار أو ما وجد هذا المخدر، على طول حصلت له أعراض انسحابية. هذه الأعراض الانسحابية طبعاً ممكن ما يجد الشيء المعزز أو المحفز لهذا، يعني الجرعة ما يلقاها، على طول ممكن يدخل في، مش ممكن أصلاً، بيدخل في اضطرابات واكتئاب من القلق والتوتر، وإضافة إلى الاكتئاب. لكن في